ننتقل لمساحتنا الطبية. أكيد يا نور، ووصلنا لمساحتنا الطبية برفقتكم يلي بنترافق فيها اليوم، وأكيد فيكم تشاركونا ضمن هالفقرة بطرح أسئلة على الدكتور من خلال الاتصال الهاتفي على الأرقام يلي عم نشوفها على الشاشة. مساحتنا لليوم هي عن الابتسامة يلي هي التحية الأولى يلي بيبادر بها المرء للتخاطب مع الآخرين، وهي أكيد هي بتجمل الوجه كله بالبسمة الحلوة والجميلة. أكيد رح نتعرف عن يمكن أسرار الابتسامة الصحية والصحيحة يا نور. أكيد أسرار تجميل الأسنان لا يقتصر على المحافظة على نظافة الأسنان، بل على الشكل الجميل أيضا وعلى صحة اللثة والفم بشكل عام، بالإضافة إلى الشق التجميلي. ولا بد التنويه إلى أن تجميل الأسنان مفهوم واسع يشمل تنظيف الأسنان، تبييضة، تقويمة، تلبيسة، وحتى زرعة حسب ما تقتضي الحاجة. تجميل الأسنان رح نحكي عنه مع الدكتور عماد الأيوب، اختصاصي في التقويم وتجميل الأسنان. يسعد صباحك وصباح الخير ورمضان كريم. صباح النور علينا يسعد وعليكم. صباحك. يسعد صباحك صباح دكتور. بالبداية يمكن بس اسم دكتور أسنان هو بيكون فوبيا أو رعب عند كثير من العالم، ولكن يعني في تجميل بالموضوع وفي وجع وفي تفاصيل كثيرة. تماما. خلينا نحكي بالبداية عن تجميل الأسنان بشكل عام، عن أنواعه وعن يمكن تفاصيل مراحله. تمام. هلا بالنسبة لتجميل الأسنان علم قديم، بس كان ضمن علوم معينة، يعني ممكن كنا نحكي عليه بتقويم الأسنان شيء صغير، بالتتويج شيء صغير باللثة، بس تقريبا من 10 ل 15 سنة صار علم قائم بحد ذاته. نتيجة أول شيء الإقبال الكبير اللي صار عليه، الطفرة اللي صارت عليه، إضافة لتطور المواد وآلياته، إضافة للاهتمام بالتجميل اللي كتير يعني كلياتنا عايشين به الزمن وبنعرف زمن الميديا، الاهتمام الكبير اللي صار من الناحية الجمالية بالنسبة لكل شيء. عشان هيك صار في اهتمام كتير كتير كبير بالنسبة للتجميل. التجميل ما بيقتصر مثل ما هو شائع عند العالم هلأ على سواء الفينير أو اللومينير أو هو له مثل ما حكيت ولا بالمقدمه في له اقسام كبيره، ممكن التقويم يحسن لنا الناحيه التجميليه بدرجه كثير كبيره. هي نقطه مهمه دكتور، لانه الكل صار بيتوجه للفينير او اللومينير. في عندك يمكن بنيه اساسيه للاسنان واسنان صحيه، ليش لحتى نخسرها نوعا ما؟ فينا نقول هي الفكره. اول شيء حتى احيانا يعني كل شخص فيه له ابتسامه، هي الابتسامه هي جزء من شخصيته. لما يتجه فورا بالنسبه للفينير واسنانه مع انه بتكون حلوه بغير هالشيء من شخصيته. تمام. بيصيروا كل الاسنان كل الابتسامات كلها نفس الشيء، يعني هالشيء مع الوقت بيعطي ملل. بينما الواحد كثير في عالم بنركب لهم اول ما يطلعوا هيك بيقولوا كانه مو انا، بقول له مزبوط انت غيرت شيء اساسي، يعني شلون اذا غيرتي لون عيونك، غيرتي شكل انفك، غيرتي ابتسامتك، هي الابتسامه بتنم عن شخصيه الانسان. حتى صفه الاسنان في فرق بين كثير ابحاث بتدرس، في ابحاث فرق بين صفه الاسنان عند الانثى وعند الذكر. بقى لما شباب مثلا يجي يقولوا بدي اسناني انا مثل اسنان مثلا فلانه، ما بيمشي الحال. هي فاول باكثر شيء هي اللي ما بيمشي الحال، يعني ما بتطلع حلوه، ما بتلبق له. بس على هوا ما عم يشوفه، على هوا ما عم انا شفت على فلان انه حلوه، على فلان ممكن حلوه، بس عليه ما بتلبق. هي النقطه. فاحيانا لمسه صغيره، ممكن حشوه تجميليه صغيره، ممكن تقويم، اجراءات تقويميه بسيطه بتعطي جماليه كثير حلوه، بدون ما نلجا للخيارات الثانيه اللي بنسميها نحن كخيارات اجتياحيه فيها برد للسن. السن هو بنسميه ماده نبيله، يعني هلا لا سمح الله واحد انكسرت ايده ممكن انه يترمم العظم. بيطيب، انجرحت ايده الجلد يترمم، بينما بالنسبه للمينا او العاج متى ما انبرد خلاص هي نسج نبيله ما بقى تترمم. عشان هيك لازم نفكر 100 مره قبل ما نخطي هالخطوه ونأذي هالنسج السني. وفينا كمان نتوجه للطبيب المنزلي يعني. تمام. طبعا ما لنحافظ كمان على بنيه الاسنان والطبقه الاساسيه. خيار كثير كثير يعني كثير هاد منيح، ونحن كثير عم نعاني من هالقصه. يعني بيجوا لعندك مثلا المريض بده يساوي تجميل، بنضل ربع ساعه عم نقنعه انت كثير حلوه صفيت اسنانك، ما في داعي انك تعمل، بكفي انك تعملي طبيب. بس مثلا في اشخاص حاطين ببالهم يوصلوا للبياض الناصع او بنسميه البليتش، هذا بالتبييض ممكن انه يوصل له. بينما بالنسبه طبعا ما في اوفر باللون، يعني لما اقول انا اسنان كثير بيضاء يعني حتى غير محبب للعين. تمام. هلا هي موضه،
يعني حاليا موضه، بعد فتره حتبطل هالموضه. قديش كمان حلو دكتور انه يكون كمان الطبيب يعني ينصح بالشيء الاحسن، ما يكون تجاري او يكون بيلجا انه بحب المصاري، انه المهم هو جيبته وخلص اسنان المريض. تماما يعني دكتور رح نناقشها، بس خلينا ننتقل وناخذ اتصال. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. ايه تفضل تفضل دكتور، عم يسمعك. نحن ما بقى سمعناك. أنا ما ألو، معلي تعلي لنا صوتك شوي، تسمعنا من سماعة التليفون، تعلي صوتك. ما عم نسمعك كتير. طيب لبين ما يجهز الاتصال خلينا نرجع على محور الحديث تبع أنه الطبيب. ألو، ما عم نسمعك أبدا بشكل منيح، فيك ترجع تعاود الاتصال. ألو تمام. نعم، قديش مهم كمان المريض وقت يروح عند الدكتور انه ينصح الدكتور انه اذا بردنا لك اسنانك او اذا عملت هاي الشيء هو الشيء مو صحي مو منيح، قد يكون النقاط الاساسيه واضحه للمريض. تمام، هلا خصوصي في عندنا حالات يعني المريض انت الدكتور هي امانه بالنسبه له، في شغلات المريض ما بيعرفها، يعني مثلا حضرنا الاسنان شو مشاكلها لبعدين، ممكن يصير في تموت بالعصب، ممكن يصير في عندك مشاكل ثانيه بالنسبه للسه، لازم كل هالحكي لازم اذا اصر المريض تحطه بصوره هالشيء كله، مو انه مثل ما بيقولوا تفرش له البحر طحينه انه خلاص حنظبط لك اسنانك وحتصير ابتسامتك جميله والقصص هي. وفي حالات مثل ما قلنا بيكون في اذى، يعني خليه كمان يوضح له الوضع اللي بده يصير فيه، وبعدين بعد وقت كمان في إلى مدار حاسس ممكن احيانا يعني يصير في عنا ما بقى يحس بالطعم مثل الاول، ممكن يصير في عنا لمعه بالاسنان، ممكن يصير مثل لانه يصير في تموت بالعصب، بقى كل هالشيء هي مسؤوليه الطبيب مثل ما قلتي، ما يكون همه بس هو الربح المادي من هالناحيه. طيب دكتور خلينا نحكي، بما انه نحن بشهر رمضان الكريم، كيف فينا نحافظ على نظافه اللثه ورائحه الفم نوعا ما؟ هلا اول شيء معلومه كثير مهمه، التفريش الاسنان ما بيفطر ما بيبطل الصيام، يعني هي نقطه كثير مهمه وكثير بيسالونا عنها، وكثير في مرضى ما بيفرشوا اسنانهم مخافه انه هالشيء، بالعكس هو يفترض اثناء الصيام يفرشوا اسنانهم مضبوط نتيجه الفتره الطويله، لانه اللي ما عم يفوت اطعمه الى الفم بيصير في عندنا تخمرات بالزمره الجرثوميه اللي موجوده بالفم، هالشيء ممكن تاهب لحدوث النخر وممكن تاهب لحدوث التهاب اللثه، بقى اول شيء التفريش لازم نحافظ عليه برمضان مثل الاعاده مثل قبل رمضان وما بياثر على الصيام نهائيا، اضافه لهالشيء المضامض اللي لازم هي طبعا التفريش بتروح ريحته، المضامض الفمويه اللي موجوده بالصيدليه لانه التفريش ما بيوصل لكل المناطق، يفترض انه يصير في عندنا استخدام للمضامض الفمويه مره باليوم على الاقل لحتى نحافظ على صحه الاسنان وصحه اللثه، اضافه لهالشيء الخيوط بين السنيه اللي كثير مرضى ما بيلتزموا فيها بس هي كثير ضروريه لانه اغلب النكور بتصير بين الاسنان. وتنظيف الاسنان بالخيوط مرتين بالاسبوع؟ مره باليوم. مره باليوم على الاقل. بالخيوط عم بالخيوط هيك يفترض. تمام، لانه اذا تجمعت البقايا الطعام اكثر من 24 ساعه بتبلش تصير تخمرات بين الاسنان، ومتى ما بلش تصير تخمرات او الكلس تبع السن انكساف الاملاح بنسميه بصير في ريحه ببلش يصير في نكور. تمام نعم. اغلب النكور بتصير بين الاسنان، مشان هيك كثير مهم الالتزام بهذه القصه. نعم تمام. رح نروح على اتصال جديد. الو الو صباح الخير. معلش سوي لنا صوتك شوي. ايه تفضل. ايه تفضل تكرم عينك. دكتوري العزيز صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. من بعد اذنك، هلا بتعرف برمضان التم ريحة التم طالعه، فغير فرشاية الاسنان في شيء شغله وسيله بعد اذنك؟ هلا بالنسبه لريحه التم اذا كان سببها بس للصيام حصرا الفرشايه. مثل ما حكينا الفرشاية ما بتأثر نهائيا، يعني يفترض نفرش اسناننا مثل ما حكينا الصبح والمساء بهالطريقة، ممكن حتى إذا الريحة كانت مزعجة حتى لو قبل الإفطار والظهر فرشيت اسنانك ما في مشكلة. طيب على السحور ما في شيء آخر ممكن الواحد على السحور ما في شيء ثاني؟ هي يعني الريحة سببها نتيجة مثل ما حكينا إنه فترة طويلة يعني ياكل مسك أو هيك يعني مفعوله بسيط ما في يعني مالا. تمام، طالما ضلينا فترة ما عم يفوت شيء للفم ما عم تتغير طعمة التم بدها تصير تخمرات بالحفرة الفموية بالتم، مشان هيك الحل الوحيد هو
مثل ما حكينا التفريش والمضامد حصرا. هي اذا كان السبب هو الصيام، بس في اسباب كثير هي بالنسبه لريحه التن. ممكن تكون المعده، ممكن تكون المعده، ممكن التهاب الطرق التنفسيه، ممكن يكون في نخور بتسبب رائحه للفم، ممكن التهاب اللثه اللي هو سبب كثير بتضخم اللثه، بيصير بيحشي بين اللثه وبين الاسنان تخمرات وبقايا طعاميه بتسبب ريحه التن. عشان هيك اذا كان السبب بس للصيام هو التفريش حصرا هو الحل الوحيد. نعم اكيد نتمنى تكون وصلت الاجابه للشاب يلي حكانا. دكتور خلينا نرجع شوي لتجميل الاسنان وكمان نحكي عن التقويم يلي هو كمان من اختصاصك. يعني يمكن في كثير اشاعات بيقولوا انه لازم تبلش تحط تقويم بهذا العمر في حالات منيح للتقويم وفي حالات ما نو جيد للتقويم. خلينا نحكي يمكن شو هي القواعد الأساسية لوضع التقويم. هلا بالنسبة للتقويم هو قسمين، في تقويم للفكين يعني للعظم وفي تقويم للأسنان. بالنسبة للتقويم للأسنان ما له عمر، يعني إذا مريض عمره 50 سنة أو 60 سنة بس العظم عنده منيح بناء على الصورة طبعا بيبين معنا بيحسن يعمل له تقويم. وفي كتير مرضى بهال، يعني في مرضى مثلا مريضة توفى زوجها على عمر 60 سنة وما كان مخليها عامل، وطول عمرها هي انه حرقة بقلبها بدها تعمل تقويم وركبنا لها تقويم عادي ما في مشكلة. بينما بالنسبة لتقويم الفكين لازم يكون قبل وسبة النمو، يعني اللي بترافق عند الشباب تقريبا 13 سنة، عند البنات اقل شوي 11 ل 12 سنة. هي اذا كان عندنا مشكلة بالفكين، بروز بالفك السفلي او تراجع بالفك العلوي، هي باعمار صغيرة يفترض. بينما لا، بالنسبة لتقويم الأسنان بنحسن نعمله بأي عمر. في عنا حالات طبعا إسعافية، يعني مثلا ممكن بعمر 4 سنين نبلش بالتقويم، طبعا حالات معينة وكتير قليلة ما بنستنى الأسنان الدائمة. عشان هيك في أغلاط عند الأهل بيقولوا لا يكملوا كل أسنانه إلا حتى نعمل له تقويم، لا يكملوا كل أسنانه يعني عمر 13 سنة ممكن يكون خلص عنده وسبة النمو، هالشي ممكن أنه يأذيها. مشان هيك يفترض دائما من عمر أول ما يبزغ، أول سنة عند الطفل لو كان صغير، كل سنة يعمل مراجعة لطبيب الأسنان. هذا هو البروتوكول العالمي. كل سنة يعمل مراجعة، مش بيشوف الطبيب بيقول إنه بحاجة ولا مو بحاجة لتقويم. بالختام دكتور نصائح عامة لجميع مشاهدينا للمحافظة على نظافة يمكن وجمالية أسنانهم. أول شيء يديروا بالهم على أسنانهم، مثل ما حكينا هي نعمة كبيرة من الله، ما نحاول نفرط فيها. واللي بخاف يبطل يخاف. تمام. وما في شيء بيخوف عن دكتور الاسنان ويفرش اسنانه دائما. نعم دكتور اكيد نحن كثير بدنا نتشكرك، ويمكن دائما الحل الطبيعي هو الاسلم والصحي اكثر، والنظافه اكيد هي الاهم شيء. شكرا كثير لك دكتور. دكتور عماد الايوبي اخصائي في تقويم وطب الاسنان، شكرا لوجودك معنا.